يقول: هل استعمال الدبابيس في ملابس الإحرام غير مشروعة؟ وهل استعمالها لشد الإزار حتى لا يقع عليه؟ يبقى الإزار والرداء على طبيعتهما، ما يجعل فيهم أزرار أو يجعل فيهم شبابيك، لأنك إذا جعلت فيها أزرار أو شبابيك صارت مثل المخيط. والمشروع أن تلف الإزار على السرة وما تحت وتثبت الإزار إما بنفسه وإما بحزام تجعله عليه، ما في مانع أنك تجعل حزام يثبت لك الإزار. أما إثباته بالمشابك أو بالدبابيس فهذا أمر لا يجوز، لأنه يصبح مثل المخيط. وأنا أشوف بعض الناس يجعلون أزارير في الإزار ويزررونه مثل الثوب، هذا لا يجوز، هذا محظور من محظورات الإحرام، لأنه مثل أصبح مثل المخيط. نعم.